بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام على كل مؤمن مهموم، سلام على كل مبتلى مغموم، سلام على كل مسلم مريض أو ضرير، سلام على كل مؤمن مجروح أو كسير، سلام على من نزل به البلاء فعظم عليه البلاء، سلام على من كان طريح الأسرة البيضاء، سلام على من فقد الأمهات والآباء، سلام على أولئك الذين فقدوا أهليهم، سلام على أولئك الذين فجعوا بذويهم، سلام عليك إذ ودعت أبا طالما مد يد المعروف إليك، سلام عليك إذ ودعت أما طالما سكبت حنانها عليك، سلام على من فقد واحدا من الأبناء أو البنات، سلام من الله عليكم ورحمات، عدد ما سكبتم من الدموع والعبرات، وعدد ما لفظتم من الآهات والأنات، رفع الله قدركم وخفف الله مصابكم وجبر الله كسركم وعظم الله أجركم. والله أنا أعرف أن البلاء أحيانا يكون صعبا، أعرف وأن الإنسان قد يتعب ويتألم، والله أنا أعرف إحساسك تماما. فمن لك غير الله إذا دفعت عن الأبواب إلا بابه؟ من لك غير الله إذا دفعت عن كل جناب إلا جنابه؟ إي والله يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. بشارة إلى أهل البلاء، أنا والله متفائل لكم جميعا بأن الله أحبكم. أي والله متفائل. قد يقول لي مبتلى يعني يحبنا؟ هو ما دخل المحبة بالبلاء؟ فلنسمع هذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. نعم، والله لمحبة الله تساوي الدنيا بما فيها. أعطني محبة الله وخذ مني كل شيء، خذ مني كل شيء. تذكر هذا الكلام الآن سأقوله إذا وقع بك البلاء، لا قدر الله، لا قدر الله، تذكر هذا الكلام. الناس عند وقوع البلاء ينقسمون إلى أربعة أقسام، ولديك كامل الحرية أن تختار أي قسم منها. يا إذا وقع البلاء فإن الناس ينقسمون إلى أربعة أنواع. النوع الأول: شخص يتسخط إذا وقع البلاء، هذا النوع محرم وأصحابه آثمون، لا يجوز أن تتسخط. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لا تتذمر ولا تتبرم ولا تتشكى عند الناس. هذا رجل شكى عند الأحنف بن قيس وجع ضرسه، فلما أكثر عليه قال الأحنف: لقد فقدت عيني منذ 40 سنة ما أخبرت أحدا. فقد عيني من 40 سنة ما أخبر أحد. وجاء رجل إلى أحد الصالحين يتشكى له سوء الحال والفقر والمرض، فقال له: ويحك، أتشتكي الله عندي؟ يعني أتشتكي من يقدر عند من لا يقدر؟ الذي يتشكى كأنه يتشكى على الله تعالى. فابتعد عن الشكوى، لا بأس أن تخبر بها، أن تخبر مصيبتك شيء وأن تتشكى شيء آخر. أما إذا وصل الإنسان إلى مرحلة يلطم فيها ويشق الثياب، لا، هذه من العظائم. يقول أبو مسعود: من أصيب بمصيبة فمزق ثوبا أو ضرب صدرا فكأنما أخذ رمحا يريد أن يقاتل به ربه عز وجل، أعوذ بالله. هذا هو التعامل الأول الذي يمكن أن يكون مع الله، وهو تعامل محرم، لا يجوز أن تكون هكذا مع ربك وإلهك. فيجب إذن على صاحب البلاء أن ينتقل إلى المرحلة الثانية، إلى النوع الثاني من أقسام التعامل مع الله عند البلاء. النوع الثاني، الاختيار الثاني، هو أن تتعامل مع الله بالصبر عند البلاء. فإذا قررت أن تكون من أهل هذا التعامل مع الله، من أهل الصبر، أبشر، ستفتح لك أبواب الحسنات فتحا مبينا. يقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب، يقول أحد المفسرين، ليس يوزن لهم ولا يكال، إنما يغرف لهم غرفا، لدرجة أن الذين لم يصبهم بلاء يتمنون مكانك يوم القيامة،
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، يعني عندما يعطون جزاءهم، قال: يودون لو أن جلودهم كانت قد قرضت بالمقاريض، تقرض، يتمنون لو أنهم كانوا يقرضون. هذا غير تكفير الذنوب، لا لا، خير ونعمة سير، لكن بشرط، بشرط أن تحتسب الأجر بحيث أنك لم تصبر إلا لله، لا لأنه فقط لا يوجد اختيار آخر، لأنه لا يوجد حل ثاني، لا نصبر، لا لا، اصبر لله. أعرف أن الموضوع ليس سهلا، لكن اصبر، والصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، وتوجد مرتبة أعلى. صبرنا، ماذا يمكن أن يكون أعلى يعني من الصبر؟ لا لا، يوجد تعامل أرقى من الصبر تتعامل فيه مع الله، إنه الرضا، أن تكون راضيا بمصيبتك. الصابر كاره لما حدث له لكنه صابر، أما صاحبنا هذا فهو يشعر بشيء آخر، إنه راض عن الله، ليس فقط صابر بل راضي تمام الرضا. وقد يقول قائل: كيف يحس بالرضا وهو أصلا يتألم؟ يعني يتألم المصيبة وراضي؟ يمكن أن يجتمع الألم مع الرضا؟ طبعا ممكن، طبعا ممكن. ألا ترى أن المريض يشتري الدواء المر فيشربه وهو راض به مع أنه مر؟ حقنة يتألم منها لكنه راض بها، درجة أنه يشتريها بأغلى ماله. كن أنت مع البلاء كذلك، فإذا رضيت عن ربك فالحمد لله، أبشرك سيرضى هو عنك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن رضي فله الرضا. هذا التعامل الثالث، هذا هو التعامل الراقي الذي يمكن أن يكون بينك وبين الله. وإذا أحببت أن ترتفع أكثر في تعاملك مع الله، أكثر ممكن، أكثر من هذا؟ نعم أكثر. أما تحب أن تكون في القمة، قمة التعامل مع الله أثناء البلاء؟ نعم. أفضل ما يمكن أن تفعله عند البلاء أن تكون من النوع الرابع، وهو الذي إذا وقع البلاء عليه شكر، يشكر، نعم، إنه يفرح بالبلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. ليس كل أحد يستطيع أن يصل إلى هذه المرحلة، يعني إنه يفرح، ذكي، يعرف أنه ستزيد حسناته فيفرح، وتكفر ذنوبه فيفرح، ويعلم أنه من تقدير أرحم الراحمين، أرحم به من نفسه، فيعلم أنها خير له، يفرح. كيف؟ لا أعرف، لكنها خير، يفرح. يعلم أن هذه المصيبة أهون من غيرها، أهون مما يمكن يكون أشد، أصابت غيره ما أصابته فيفرح. يقول أحدهم: رأيت مرة أحد الصالحين وقد أصابته قرحة في إصبعه، فقلت له: ألا تتشكى؟ ألا تتألم؟ ما تحس بألم فيها؟ فقال: أرأيت لو كانت في وجهي؟ هو لا يتكلم، فقط قرحة ولا يتكلم. استغربوا، فقال لهم: أرأيت لو كانت في وجهي؟ أرأيت لو كانت في لساني؟ أرأيت لو كانت في عيني؟ يقول هذا الرجل: فما زال يقول لي: أرأيت، 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 حتى ظننت أن هذه القرحة هي أعظم نعمة أنعم الله بها عليه. هذا شكر، مرحلة راقية عالية. وهذه التي ذكرتها في هذه الحلقة هي أربعة أنواع للتعامل مع الله يمكن أن تختارها إذا وقع عليك البلاء، وهذه أنواع أربعة: إما أن تعامل الله بالتسخط، وإما أن تعامل الله بالصبر، وإما أن تعامل الله بالرضا، وإما القمة أن تعامل الله بالشكر. أسأل الله أن يرفع البلاء عن جميع المسلمين، عنا وعنكم، أسأل الله يرضى عنا وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم، ويجعلها رفعة في الدرجات، وتكفيرا في الخطيئات، ورضا عند فاطر الأرض والسماوات، والحمد لله رب العالمين.